أستاذ هيثم رحمة، عضو المجلس الوطني السوري، شكرا جزيلا لك. أفاد مراسل الجزيرة في ليبيا بأن بعثة من الحكومة الليبية يترأسها الحكم غير الديمقراطي. بروفيسور، يعني من وجهة نظرك أيضا، ما هي أبرز المعوقات التي ربما على المصريين أن يواجهوها لاستكمال مسيرة الثورة وتحقيق أهدافها؟ لابد أولا من البراء، لابد من التنظيم، يعني أن تكون هناك أحزاب ذات برامج سياسية وتنموية. بمعنى لا يمكن الآن بطبيعة الحال البرلمان الذي تشكل هذا هو رد فعل للكبت والضغط والقهر الذي عاشته مصر ولا هذه العقول السابقة، ولم يكن مسموحا للحياة السياسية أن تكون حياة صحية، بمعنى أن يكون هناك أحزاب سياسية لها برامج تقدمها للشعب والشعب يصوت عليها وتدخل بها معترك السياسي وتتنافس على الوصول إلى الحكم. الذي حدث الآن هو مرحلة انتقالية إلى أن تتشكل أحزاب سياسية راسخة لها قواعدها الثابتة ولها برامجها التي تطرحها على الشعب لكي تحقق الهدف. فلا شك أن هذه التجربة التي تمر بها مصر الآن هي تجربة رائدة ونتمنى لها كل التوفيق. ويجب أيضا أن يراعي الناس أن الطموحات التي يهدف إليها الشعب والتي قامت من أجلها الثورة لا يمكن أن تتحقق في يوم واحد. النظام الديمقراطي لا يتحقق في يوم واحد، يعني الآن عندما ننظر إلى الدول الأوروبية أو إذا ننظر إلى تركيا باعتبار أنها بلد يؤخذ نائما في نظام الاعتبار، وباعتباري أنا أنتمي إلى هذين المجتمعين والبلدين العظيمين، لم تصل تركيا إلى الديمقراطية التي عليها اليوم بهذه السهولة. هذه عملية طويلة جدا، وتركيا ضحت بكثير من أبنائها على أعواد المشانق، وقامت إنقلابات عسكرية ودخلت وشنقت رئيس وزراء، رئيس المجلس، البرلمان، وزيرا من الخارجية، وقامت إنقلابات عسكرية، حطمت حكومات ديمقراطية، وضعت رؤساء الأحزاب ورؤساء الحكومات في السجون. يعني إذا لابد من الصبر ولابد من معرفة الثمن الذي تدفعه الشعوب من أجل وصول الديمقراطية. هذه النقطة. النقطة الثانية أنه لابد الأخذ في الاعتبار الإمكانات البلد الموجودة الآن في تحقيق البرامج التنموية، والصبر، لأنه لا يمكن لأي حكومة أن تحقق كل المطامح التي هدف إليها الشباب ومجموع الشعب في أثناء الثورة. نتمنى أن يحصل هذا التطور الديمقراطي بشكل سليم، ونتمنى أن يعي الجميع رسالة التالية، أن الديمقراطية ليست عملية جاهزة يمكن أن تتم في يوم واحد أو في خطوة أو خطوتين. هذه عملية طويلة الأمد، ولا بد من الجميع أن يتعاون من أجل تحقيق هذا الهدف. وهذا يعني ما يعني يصر عليه الجميع، بأنه طريق التغيير طويلة بالفعل. بروفيسور، أشكرك. الدكتور أكمل الدين حسان أغلي، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأنتقل إلى لبنان حيث ينضم إلينا أيضا دولة الرئيس فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق. مساء الخير دولة الرئيس، وشكرا على انضمامك إلينا. الإلهام ربما الذي شكلته الثورة المصرية ليس فقط في مصر والعالم العربي، بل امتدت حدوده إلى بقية أنحاء العالم. ما الذي يمكن يعني أن نستفيد
Thank you.
إذا كانت هذه لقطات حية ومباشرة الآن من ميدان التحرير. الاحتفالية ما زالت مستمرة وليست فقط احتفالية بل رفع المطالب مطالب يا شعب الشعري الشعري الآن قلت لهم
Thank you.
Thank you.
once